وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وبينما يواصل نتنياهو إصراره على عدم الاستجابة للمطالب والنداءات الدولية والإقليمية بوقف الحرب والقبول بالمقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، تأتي زيارة يوآف جالانت إلى واشنطن لتثير تساؤلات حول أسباب هذه الزيارة ومدى قدرتها في التأثير على مسار الحرب في غزة والتصعيد مع حزب الله. هذا ما سوف أطرحه حوله عددا من الأسئلة على ضيفي من واشنطن السيد حسن منيمنة، هو الكاتب والباحث السياسي. أهلا بحضرتك دكتور حسن وكل التحية. يعني يبدو أن جالانت يحاول أن يكسب أرضا جديدة في داخل الولايات المتحدة، لأنه يبدو أن التأييد المطلق للولايات المتحدة لقى اعتراضات لدى الإدارة الأمريكية وبعض الساس على رأسهم بالمناسبة الرئيس الأمريكي ربما بايدن في بعض مواقف سابقة. يعني كيف تقيم هذه الزيارة وكيف تقيم الموقف الأمريكي حاليا؟ لابد من التمييز بين مستويين، المستوى الشخصي وهو مستوى العلاقة بين نتنياهو وبايدن، والذي يأتي جالانت إلى حد ما من أجل تلطيفه أو من أجل تعويض عنه، ثم المستوى المؤسساتي المتعلق بموقف الولايات المتحدة وموقف إسرائيل كحكومة كمصلحة لإسرائيل والولايات المتحدة. فيما يتعلق بهذا الشأن، أي الولايات المتحدة وإسرائيل، ليس هناك خلاف وليس هناك تباعد وليس هناك تجاذب وليس هناك ضغط. الولايات المتحدة، مبادرة بايدن، اقتراح بايدن، ليس إلا تسويق للمصلحة الإسرائيلية. كل ما فعله بايدن في هذا المقترح هو إعادة تدوير المقترح المصري الذي وافقت عليه حماس، بعد أن كانت قد وافقت عليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لأنه مقترح أمريكي مصري مشترك وقطري طبعا بهذا الشأن، ولكن مع الفصل بين المرحلتين الأولى والثانية. كانت حماس قد أصرت وحصلت على ربط بين المرحلتين، أي القول بأن المرحلة الأولى والتي تشهد إطلاق سراح عدد من الأسرى في مقابل وقف إطلاق النار، بعد هذه المرحلة مفاوضات تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار. حماس أصرت وحصلت على موافقة تقول بأن الربط بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية هو ربط إلزامي، أي أنه مع انتهاء المرحلة الأولى وقف إطلاق النار المستدام يتحقق. ما طبعا حماس وافقت، إسرائيل رفضت. ما فعله بايدن هو إعادة الضبابية إلى هذا المقترح من خلال القول بأنه ثمت مفاوضات، ولكن هذه المفاوضات هي شأن مستقل نوعا ما. إذن لا خلاف بين بايدن، بين إدارة بايدن الولايات المتحدة والموقف الإسرائيلي، هذا على مستوى الدولة. لكن حضرتك ذكرت أن هناك موقفا من بايدن شخصي تجاه نتنياهو، من نتنياهو خاصة. ما فعله نتنياهو أخيرا من أجل معاقبة بايدن لبعض المواقف الكلامية، مجددا الكلامية وليس الفعلية، ليس على الأرض، ما فعله نتنياهو هو أنه أقحم نفسه بالانتخابات الأمريكية من خلال الزعم الكاذب بأن الولايات المتحدة تتباطأ بإرسال الشحنات إلى إسرائيل. سوف أفسر كيف هو كاذبا، ولكن على أي حال، وبالتالي قدم للجمهوريين مادة دسمة لتدويرها في الطعن ببايدن خلال الحملة الانتخابية. أي وكأنه هو يخدم المرشح الجمهوري ويخدم الحزب الجمهوري. هو كذب لأنه لا تباطؤ أمريكيا، كل ما في الأمر أنه في المرحلة الأولى من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل كان البيت الأبيض يتجاوز القوانين المتبعة والأعراف المتبعة في الحصول على موافقة الكونغرس لإرسال الأسلحة، ولكنه استنفذ إمكانية فعل ذلك، وأصبح لزوما عليه أن تخضع هذه الشحنات لموافقة الكونغرس. إذن بالفعل حصل بطء نسبي لا يعتد به حقيقة، ولكن ليس هذا ما صوره نتنياهو. وبالتالي من خلال تشهيره ببايدن بدأ وكأنه حقيقة يسعى إلى تحميل بايدن مسؤولية التأخر بالانتصار. علينا أن نتذكر هنا بأن نتنياهو قادم للولايات المتحدة، إلى الولايات المتحدة لكي يعلن النصر في أواخر شهر تموز يوليو المقبل، يعلن النصر على حماس، ولكنه سوف يقول، من المتوقع أن يقول، وهذا النصر كان ليكون أسهل لو أن بايدن لم يؤخر الشحنات، ونحن بحاجة
إلى كل السلاح لنصر جديد في طيب جنوبي لبنان. دكتور حسن، هل تعتقد أن هذه الزيارة هي نوع من وجود وجه أكثر قبولا لدى المجتمع الأمريكي والإدارة الأمريكية لصالح إسرائيل في النهاية ولصالح الصفقات، أم أن هناك ما يتم ترتيبه الآن لإقرار الأمور، ربما هدنة، ربما يعني تخطي لدور الوجه الواحد الممثل للسياسة الخارجية الإسرائيلية نتنياهو يعني؟ لا أعتقد بأنه من شأن الولايات المتحدة أن تدفع قدما بالهدنة المرتقبة، لأن المسألة قد انكشفت. أي إذا كان هناك ثمة مجال لهذه الهدنة من خلال الضبابية التي أرساها بايدن، فإن نتنياهو قد بدل الضبابية ويعود ويؤكد مرارا وتكرارا بأنه يوافق على هدنة مؤقتة من أجل إطلاق سراح الرهائن شرط أن لا تتعارض مع مسعاه للقضاء على حماس. بعبارة أخرى، هي هدنة مؤقتة وليست وقف إطلاق نار دائم، ولا يعقل بأن ترضى حماس أو أي طرف آخر بهذه الشروط التي تقول سلمونا ما لديكم من رهائن كي نقتلكم. ولكن هل جالنت يشكل وجه أكثر قبولا؟ حقيقة الولايات المتحدة بشكل عام غير معنية بهذه التفاصيل، أقصد بذلك الناخب الأمريكي. وأما الجسم السياسي الأمريكي، الأطراف السياسية الأمريكية، فعلى الغالب مؤيدة لنتنياهو. أتحدث عن عموم الحزب الجمهوري وعن الجناح الأكثر صخورية في الحزب الديمقراطي. المسألة يبدو بأن جالنت جاء لاستلطاف بايدن شخصيا وطاقم بايدن، والذي أهانه وأذله فعليا نتنياهو من خلال هذه الاتهامات. إذا نعم، جالنت ربما يحضر بنفسه لدور ما في إسرائيل، هذا لا يعني الإدارة الأمريكية مباشرة، ولكن ما يعنيها مباشرة بأنها قد تستعمل كلام جالنت وتأكيد جالنت على الدعم الدائم لإسرائيل من جانب بايدن للتعويض، لتصحيح الصورة التي سوف تستعملها الأوساط الجمهورية للطعن ببايدن. حضرتك ذكرت فكرة إعلان يعني إعلان النصر الذي يتحدث عنه نتنياهو، لكن أي نصر ولا يزال هناك يعني مفقودون محتجزون؟ أي نصر وحماس تزال يعني بقوتها العسكرية بشكل أو بآخر؟ هل هي مناورة سياسية في نظرك أم ماذا؟ أم أن هناك ترتيبا إسرائيليا أمريكيا بهذا الشأن؟ لا، ليست المسألة ترتيب أمريكي إسرائيلي. طبعا الولايات المتحدة سوف تستمر بدعم نتنياهو لاستكمال المعركة بعد إعلان النصر. إعلان النصر طبعا هي مناورة إعلامية ترويجية دعائية، ولكنها حاجة لنتنياهو، لا بل هي نوعا ما حاجة لبايدن كذلك، رغم أنها جوفاء. هي جوفاء لأن أي نصر هذا وأهداف الحرب لم تتحقق، لم تقضي على حماس التي لا تزال تقاتل، لم تسترد الرهائن، ولم تجعل من قطاع غزة مصدر أمان لإسرائيل، أي أن تمنع أن يكون مصدر تهديد. ولكن الحاجة إلى إعلان النصر مع المجارات الإعلامية لهذا الإعلان من خلال التأكيد على انتصارات، مثلا للتو نشهد اليوم تقارير تلو التقارير تتحدث كيف أن القوات الإسرائيلية قد قضت على 40% و50% و60% من قدرات حماس، وهذا بغض النظر عن صحته من عدمه لا يتناسب إطلاقا مع الهدف المعلن وهو القضاء على حماس، قتل حماس كما كانوا يقولون. إذا هناك تبديل في معايير النجاح هنا بغض النظر عن صحة هذا الكلام، وهناك نوع من التجاهل لمسألة الأسرى، مسألة الرهائن. إذا وبطبيعة الحال ليس هناك أي اعتبار لمسألة قطاع غزة، أهداف الحرب لم تتحقق، ولكن الحاجة إلى إعلان النصر هي حاجة إسرائيلية. إذن هو نفس النهج يعني الذي عهدناه خلال الأيام والأسابيع الماضية، يعني هو جزء آخر، حلقة أخرى ولا جديد يضاف حتى من خلال زيارة جالنت. بشكر حضرتك جدا الدكتور حسن منيمنة الكاتب والباحث السياسي، وحدثني مباشرة من واشنطن. مشاهدي الكرام، هنا